طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين: الأول حول واقعية إنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل، وفي المحور الثاني نناقش أكثر من 3000 مفقود في الموصل منذ استعادة المدينة. فاصل ونعود إليكم. لفت مجلس الوزراء في بغداد إلى ضرورة انطلاق الحوارات الفنية مع كردستان العراق والاعتماد على لجان تبحث في موضوعات الآبار النفطية والموارد المائية والمعابر الحدودية وتوزيع رواتب الموظفين. وقال إحسان الشمري مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه بناء على قبول السلطات في أربيل بالدستور لإنهاء الأزمة، فإنها وافقت بالضرورة على تسليم الحدود مع تركيا وإيران، فيما نفت جهات بكردستان العراق تلك الأنباء. المزيد في سياق هذا التقرير. في فلك من التهدئة والتصعيد والنفي والإثبات تدور أزمة كردستان العراق، وتدخل شهرها الثالث من دون حل واقعي يلوح في الأفق. لكن ما استجد اليوم يعكس إلى حد ما حالة الضباب المخيمة على المشهد من حيث مصداقية الأنباء وحقيقة القرارات. إحسان الشمري مستشار رئيس الحكومة حيدر العبادي صرح بحل واتفاق ينهي الأزمة الراهنة، قائم بالدرجة الأولى على تسليم المعابر للحكومة في بغداد وتنظيم عمل المطارات وفق ما ترى الأخيرة، فضلا عن تشكيل لجنة لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في كردستان، مؤكدا أن الطرفين لم يبقى أمامهما إلا مباحثات فنية. لكن على الجهة الأخرى اختلفت الأنباء، فالمدير العام لجمارك كردستان العراق سامال عبد الرحمن نفى ما أورده الشمري بقوله أن سلطات كردستان لم تتلقى حتى الآن أي شيء رسمي بشأن تسليم المعابر الحدودية. عبد الرحمن ربط تسليم المعابر بعدة شروط، على رأسها دفع حصة كردستان من الموازنة وتسليم رواتب الموظفين بالكامل، مؤكدا أن دون ما سبق فإن أي تغيير لن يطرأ على حال المعابر. وفي خضم ما يجري على الساحة من شد حبال بين الشركاء وتقاطع المصالح بين المتحالفين، يجد المتتبع لمسار الأزمة نفسه خارجا بأمرين يمثلان ركيزتي الصراع. أولهما أن بغداد تزيد من الضغط وتراهن على الأنفاس الطويلة لتنال ما تريد، والثاني أن أربيل ضاقت ذرعا بالحصار وأخذت تتنازل وإن كان على خجل، فأصبحت كما يرى البعض كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية من أربيل، والأستاذ بياد جمال علي الباحث الاقتصادي من السليمانية، فمرحبا بكما معنا. أستاذ عبد السلام برواري، كيف تقرأ ما جاء في حديث مجلس الوزراء في بغداد إلى ضرورة انطلاق الحوارات الفنية مع كردستان؟ هل نحن قريبون من عودة الحوار بالفعل بين بغداد وأربيل؟ نعم، تحية لك وتحية للفضل. في الحقيقة يعني دعوة الإقليم والمجتمع الدولي للحوار هي التي أعتقد دفعت بالجهات الرسمية في بغداد أيضا إلى أن تبحث عن طريق لبدء الحوار، ولكن هناك فرق كبير بين يعني الرؤيتين. متحدث باسم حكومة إقليم كردستان يتحدث أنه لا يوجد في الدستور ولا في القوانين شيء يسمى تسليم المنافذ الحدودية، وبغداد لا زالت تستعمل هذه الكلمة. الدستور واضح جدا في الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، يقول رسم السياسة الجمركية فقط رسم، وفي الصلاحيات المشتركة يقوم إدارة المنافذ الحدودية، بمعنى حتى لو كان هناك قانون بخصوص الطيران المدني أو المنافذ الحدودية، مسألة استلام يعني أن القفز حول مبدأ الفدرالية. الفدرالية تعني أن الإقليم يمارس صلاحيات الدولة مثل الدولة في حدوده، لكن بصورة عامة أنا أعتقد هذا يمكن بحثه في أول لقاء يحدث. المهم هذه الخطوة ربما كانت خطوة باتجاه الصحيح إذا جلست الأطراف، إذا جلست الفنيون أو حتى السياسيون، سيتم بحث هذا الذي أقوله أنا هناك
وبالتأكيد الذي ينتصر هو الرأي الصحيح، وهو روح ونص الدستور الذي لا يعني أنه ضرورة أن الحكومة الاتحادية تجلب موظفين وأناس. وفي الحقيقة منذ 2003 يعني هناك دوائر تابعة للحكومة الاتحادية في المطارات وفي المنافذ الحدودية أيضا. يعني قبل يومين ثلاثة قالت بغداد أنها صرفت رواتب موظفي السدود، وظهر ذلك في الإعلام وكأنه صرف رواتب لموظفي الإقليم. في الحقيقة موظفو السدود تابعون للحكومة الاتحادية، كما هم موظفو الجوازات والجمارك الموجودون وحرس الحدود الموجودون في الإقليم. لذلك الأجل نعم، أنا أعتقد هناك انفراج، ولكن لا زالت هناك هذه اللغة في السيطرة وبسط النفوذ ومعاقبة الناس لمجرد إبداء رأيهم في استفتاء. نعم أستاذ بياد جمال علي، يعني كيف تقرأ ما جاء في حديث المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي بأن الحل الأمثل يكمن في إخضاع صادرات كردستان إلى الحكومة في بغداد كي تباشر الأخيرة بتوزيع رواتب موظفي كردستان أسوة ببقية المحافظات؟ مساء الخير ورحب بضيفك الكريم. بالتأكيد المسألة أصبحت معقدة جدا هذه الأيام. ولكن النقطة الأساسية التي كانت نقطة خلاف بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد على مر السنين الماضية هي هذه النقطة على تسليم واردات الصادرات النفطية من كردستان إلى الحكومة المركزية. وهذه النقطة لحد اليوم هي نقطة خلاف ولا نستطيع أن نجد لها حل. كان الهدف من تصدير النفط مباشرة هو الحصول على استقلال اقتصادي من الحكومة المركزية، لكن على ما يبدو وما نرى من ما آلت إليه الأوضاع في هذه الأيام أنه فشلت حكومة كردستان بالوصول إلى هذا المبتغى، والفشل كبر أكثر بعد أحداث 25 من أيلول وبعدها 16 أكتوبر. فلذلك الآن الحكومة في كردستان غير قادرة على توفير الرواتب لموظفي الدولة، ولا تستطيع أن تدفع مستحقات جميع الفئات التي تطلب الحكومة في أربيل. لذلك إيجاد حل وسط ما بين أنه تنقذ وجه حكومة كردستان وما بين أنه بغداد لا تتعامل كمعاملة المنتصر ضد عدو، ولكن معاملة جزء من أراضيها وجزء من شعبها، وعدم الانجرار إلى المعاقبة الجماعية لمواطني إقليم كردستان. نعم أستاذ عبد السلام برواري، يعني هناك تفاهمات لتشكيل لجنة عليا للحوار بين بغداد وأربيل برعاية الرئيس فؤاد معصوم، كما أعلن طبعا مستشاره أمير الكناني. برأيك هل ينجح معصوم بإدارة هذه التفاهمات؟ يعني الكرة ليست لا في ملعب الكرد ولا في ملعب الدكتور فؤاد معصوم. أنا أعتقد هذا الشعور من بغداد بأنهم قد انتصروا، ومحاولة يعني جر هذا الشعور إلى يوم الانتخابات، أنا أعتقد هو العامل الحاسم. الضغط الدولي فقط سيجعل بغداد تتراجع عن خطواتها. يعني الأخبيات ذكر مسألة الخلاف الرئيسي. لمعلومات المشاهدين والمشاهدات، كردستان لم تبدأ بتصدير النفط إلا بعد أن قطع المالكي في 2014 الميزانية لمدة 6 أشهر على أقليم كردستان. وعندما جاءت حكومة العبادي تم التوصل مع وزير النفط آنذاك الصديق عادل عبد المهدي، وقامت حكومة إقليم كردستان فعلا بتنفيذ ما تنص عليه ميزانية الاتحادية، قانون الميزانية، وهو تسليم 550 ألف برميل يوميا من حقول كركوك، 300 ألف و250 من حقول كردستان. يومها لم يتحدث أحد عن كون الأمر دستوريا وغير دستوري، وبدأت فعلا حكومة إقليم كردستان بإعلام سومو بالصادرات،
سلمت الواردات، ولكن حكومة بغداد لم تنفذ ذلك. اليوم نفس الموضوع، يعني إذا كانت حكومة إقليم كردستان لن تتمكن من توزيع الرواتب، هذا لا يعود لسبب سياسة لكون سياسة فاشلة، بل أولا لأن بغداد أجبرتنا على أن نصدر النفط، ثانيا لأن سعر النفط هبط، هذا كل ما في الموضوع. اليوم أيضا ترى أن حكومة بغداد تتماطل في دفع الرواتب، وحتى حكومة إقليم كردستان أعلنت موافقتها على تسليم الواردات أو جعل صادرات النفط تحت إدارة سومو، ولكن هل تتمكن بغداد من صرف رواتب 1,430,000 في كردستان؟ أنا أشك في ذلك، ولذلك العملية ستطول. ولكن أقول مرة أخرى، مجرد الموافقة على الجلوس على طاولة المفاوضات هذا في الطريق الصحيح، لأنه بالنهاية نحن لازم ما دمنا لا نزال جزءا من العراق بالنهاية يجب أن نجلس مع بعض. ولكن أقول مرة أخرى، التشكك في كردستان يأتي من هذه اللغة التي لا زالت في بغداد سائدة. أنتم تحدثت أنت عن يعني أوردت كلام المتحدث باسم مجلس الوزراء عندما قال كبقية المحافظات، هذه هي العقلية التي تقود إلى التعقيد وربما إلى المزيد من المشاكل. الإقليم ليس كمحافظة بقية المحافظات، الإقليم هو كيان سياسي يختلف معرف دستوريا. هذه العقلية يجب أن تزول في بغداد، أن يتصوروا أن ما يفعل تصور نعم. حكومة بغداد تفشل في بسط سيطرتها على مطار النجف. نعم. في النجف طردوا المدير العام وهي محافظة وليست لها حقوق كما للإقليم في الوقت الذي يغلقون المطار. أنا أتمنى للدكتور فؤاد معصوم النجاح في مهمته، ولكن مرة أخرى الحل ليس النهائي بيد الإقليم أو الدكتور، بل بيد موقف بغداد وما تتعرض له من ضغوط. نعم. أستاذ بياد جمال علي، يعني إلى ماذا يؤشر إعادة فتح معبري الحاج عمران وبروزيخان الحدوديين مع إيران، خاصة بعد تكبد اقتصاد كردستان العراق خسائر قيمتها 2.5 مليار دولار من إغلاق هذين المعبرين، بحسب طبعا مسؤول علاقات كردستان مع إيران عبد الله إكري؟ نعم، بالتأكيد خبر فتح المعبرين هو خبر إيجابي جدا لاقتصاد كردستان، لأنه المبادلة التجارية بين كردستان وبين إيران هي بحجم كبير جدا، خاصة بإعادة تصدير المواد الأجنبية إلى إيران. وخلق المعبرين مع إقليم كردستان هي كانت تعتبر عقوبة سياسية ضد الإقليم بعد استفتاء 25 أيلول، ولكن على ما يبدو الضغوطات التي حصلت بعد المظاهرات التي حاليا تحصل في إيران وفي المدن الكردية في غرب إيران القريبة على إقليم كردستان، والتي قوتها وكثيرا من اقتصادها يعتمد على هذه المبادلة التجارية بين إقليم كردستان عبر هذه المنافذ الحدودية، ولذلك إغلاق المنافذ الحدودية كانت عقاب سياسي بداية، ولكنها أثرت اقتصاديا على إيران وعلى المناطق الغربية لها، مما أدى إلى بعد حصول التظاهرات إلى إعادة النظر، ومما أدى إلى فتحها خلال اليومين الماضيين. نعم أستاذ عبد السلام برواري، يعني رئيس الوزراء حيدر العبادي يقوم بحوارات غير معلنة كما تشير مصادر مع بعض الأحزاب الكردية باستثناء حزب البرزاني، واليوم كشفت مصادر في حركة التغيير عن عزمها لإبعاد حزبي البرزاني والطلباني عن السلطة وتشكيل جبهة سياسية بديلة. هل يريد حيدر العبادي تجريد حزب البرزاني من السلطة برأيك؟ يعني أنا في الحقيقة الموقفان هما موقفان مضحكان أكثر مما أن يتم الأخذ بهما بالجدية. من ناحية يحق لأي حزب أن يتصل مع أحزاب أخرى، يعني أحزاب كردستان سواء زارت بغداد أو لم تزر لا يؤثر ذلك على لب الموضوع. العلاقات الحزبية شيء والعلاقات الرسمية شيء آخر. حزب التغيير حزب محلي، حزب لا يتعدى
نفوذه حدود السليمانية وأطرافها، وهو حزب نتيجة رد فعل على مسائل داخلية بينهم وبين الاتحاد الوطني. لذلك إذا كان بمقدورهم أن يحصلوا على أكثرية 50% زائد واحد داخل البرلمان، يمكنهم بسهولة أن يسحبوا الثقة عن الحكومة وينتهي كل أمر. ولكن هذه الحكومة ليست حكومة انقلابية، هذه الحكومة جاءت نتيجة استحقاقات انتخابية. أصلا كان حزب التغيير وحزب الجماعة الإسلامية أعضاء فيها إلى ما قبل أسبوع. لذلك هذا كلام لا ينتمي إلى هذا الزمان. نحن كنا نفعل ذلك في الحركات التحررية في الخمسينيات عندما ندعو إلى الانقلاب وإلى تشكيل حكومة خارج السلطة. هذا شيء لا ينطبق مع الواقع الحالي في كردستان. هناك انتخابات بعد 3 أشهر، تفضلوا إذا حصل حزب التغيير وحلفاؤه على أكثرية فليشكلوا الحكومة. هذه هي الطريقة الوحيدة لطرد الحزب كما هم يقولون، حزب الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني. إما أي أسلوب آخر فهو بالحقيقة لا يستحق التعليق. العبادي بعد أحداث 16 أكتوبر والإيرانيون، تصوروا أنهم تمكنوا من إيجاد منفذ لكي يتخطوا حكومة تخريب كردستان، ولوحوا. وهناك عناصر الآن أيضا في بغداد تدعو العبادي إلى عدم التعاون مع حكومة تخريب كردستان. هذا حل لا 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 يؤدي إلى نتيجة. ولكن انظر الاجتماعات في بغداد أستاذ عبد السلام، الاجتماعات في بغداد التي تجريها حكومة حيدر العبادي كذلك تضم حزب الطالباني. لا لا، أي أعرف حزب الطالباني ذهب إلى بغداد للاجتماع مع أحزاب. وأي اجتماع بين حزب وحكومة هو اجتماع لا قيمة له. الجهة الوحيدة الذي يجب أن تتفاوض معها حكومة بغداد هي حكومة إقليم كردستان، سواء كان فيها حزب واحد ممثل أو 10 أحزاب. هذه محاولة للعب على بعض الخلافات ولتقليل قيمة الحكومة. الحكومة ليست حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحده. الحكومة هي ربما تكون هذه التفاهمات من أجل يعني تشكيل تحالف انتخابي قادم. هذا طبيعي. أنا لا لا ليس هناك أي مانع ضد هذا. وهذا بدوره سوف يبعد حزب البرزاني عن المشهد السياسي على الأقل في بغداد. هذا حلم. نعم. أصلاً حزب أي لا يوجد شيء اسمه حزب البرزاني. نعم، من باب الاختصار حزب يعني. الديمقراطي الكردستاني. نعم، البارتي إحنا نسميه اختصاراً البارتي. نعم أستاذ عبد السلام، أعود حزب الديمقراطي الكردستاني حزب ذو جماهيرية واسعة، وحتى في الانتخابات المقبلة لن يحصل، أنا أقول لك لن يحصل أي حزب في كردستان على مقاعد أكثر منه. ليس لا لسبب، لأن الأحزاب الأخرى لها مشاكلها وليست لها هذه الشعبية. حزب الاتحاد الوطني تعرض إلى انشقاق عندما انسلخ عنه جناح التغيير. الآن برهم صالح يحاول أن يفعل شيئا آخر. جماعة 16 أكتوبر لم يبقوا مرغوبين داخل صفوفهم. لذلك ليس هناك حزب مرشح أن يحصل على مقاعد انتخابية أكثر من الحزب الديمقراطي الكردستاني. لذلك هو سيكلف بتشكيل الحكومة، وكل شيء آخر هو حلم. نعم أستاذ بيات جمال علي، يعني من الناحية الاقتصادية كيف تقيم الأضرار المادية ممن خرج من كركوك، خاصة وأن إعلان لجنة الرد على التقارير الدولية بحكومة إقليم كردستان قالت إن أقلية حاكمة وبدعم من ميليشيات الحشد الشعبي تريد تغيير ديموغرافية المناطق الكردستانية بعد السيطرة عليها في 16 أكتوبر الماضي وإخلائها من سكانها الكرد الأصليين عن طريق الترويع وعن طريق التهديد؟ نعم، مع الأسف أحداث 16 أكتوبر حصلت بسبب فوضى داخل قيادة إقليم كردستان من جميع الأحزاب وفئة معينة من حزب الاتحاد الوطني واتفاقهم، وأيضا من مناطق أخرى التي واجهت تسليمها. نعم. إلى قوات الحشد الشعبي مثل مخمور وشنغال وسنجار أيضا، مما أدى إلى كردستان المساحة التي كانت مسيطر عليها تقل بنسبة 51%. نعم. وهذه المناطق الآن حسب التقارير التي حضرتك ذكرتها أنه تواجه تغيير ديموغرافي وعنف شديد مع الأسف، وهذه الحركات ستؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من هذه المناطق
وعدم تشجيع الاستثمار فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة ومشاكل كثيرة ستواجهها بسببها الحكومة المركزية وحكومة كردستان أيضا. لذلك يجب على الطرفين وضعها في أجندة الاجتماعات على هذه المناطق وكيفية إدارتها، لأنه بسبب وضع هذه المناطق الذي حدث بعد 16 أكتوبر والروح الانتقام الذي موجودة بين الأطراف الذي تعيش في هذه المناطق سيؤدي سلبا على وضع المعيشي للمواطنين في هذه المناطق وعلى الوضع العام في المحافظات الذي تربطها استثمارات وتربطها أعمال موجودة في هذه المناطق. أستاذ عبد السلام برواري، يعني حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا قام ببناء أكثر من 20 مقرا جديدا له في جبال سنجار، وهي معروف مناطق خاضعة لسلطة بغداد حاليا، بل وصل الأمر إلى قيام حزب العمال بتشكيل مفارز أمنية وشرطة مرور، وعين مديرا للناحية منه بشكل غير قانوني بحسب النائب ماجد شنقالي. هذا أمر ينذر بحدوث أزمة جديدة بين بغداد وأنقرة. لماذا تسمح حكومة العبادي لحزب مصنف بأنه إرهابي بالتواجد في هذه المناطق؟ أولا، جماعة حزب العمال المتواجدين في سنجار يستلمون رواتبهم من بغداد مباشرة، وهم يقولون ذلك علنية. وعندما جاء الحشد الشعبي، تصور في بعد تحرير سنجار كان حزب العمال يهدد ب أزمة واشتباك مسلح، لأنه كان يرفض تواجد علم كردستان آنذاك، وكانوا يصرون على رفع أعلامهم الذاتية. عندما جاء الحشد الشعبي رضخوا لهم وسلموا مقراتهم لهم، وسمح لهم الحشد الشعبي بذلك. وكما أشرت حضرتك أنه حتى تسلموهم إدارة المنطقة. هذا الشيء، هذا يعني هذا الجواب عليه بسيط جدا. حزب العمال منذ زمن تحول إلى واحد من آليات النظام الإيراني، وعلاقاتهم واضحة ومعروفة جدا. لذلك هم يجدون من واجبهم أن ينفذوا رغبة إيران في أن يرعوا هذه الفئة أيضا، كما يرعون حزب الله والحوثيين وغيرهم. ولكن إذا تسمح لي أن أشير إلى شيء قصير جدا بنصف دقيقة، ما تحاشى ضيفك الإشارة إليه في جواب مباشر على سؤالك. نعم، هناك عملية تعريب واسعة في المناطق التي احتلها الحشد، خاصة كركوك وخرماتو. هناك يمنع كتابة أي شيء بالكردي، مع أن اللغة الكردية لغة رسمية دستوريا. يتم تفجير منازل الأكراد ويتم قتلهم وحرقهم، والمزارعون الذين أتى بهم صدام حسين ونتيجة عمليات نزاع التي قامت بها لجنة العليا للنزاعات الملكية والمادة 140 تسلموا تعويضات وتركوا المنطقة، والآن يتم المجيء بهم في دبس وغيرها. المناطق المتواجدة خارج إقليم كردستان التي تسمى بالمناطق الممتازة عليها، كانت من أأمن المناطق في العراق، وأقول تشبه حالتها الأمنية حالة إقليم كردستان. العبادي كان يقول أن نحن نذهب إلى هذه المناطق للحفاظ على الأمن. الآن هناك تفجيرات وداعش ظهر مجددا. هذا كله طبعا لن يسكت عنه المجتمع الدولي، وربما كان هذا وما يحدث حاليا في إيران هو الذي يدفع حكومة بغداد إلى أن تبحث، لا كما أشار ضيفك مع احترامي الشديد إلى حكومة كردستان، موقفها ثابت وصحيح دستوريا. بغداد يجب عليها أن تبحث عن منفذ ليحفظ ما وجهها، لأنها ارتكبت أخطاء دستورية، ولحد الآن لن تنفذ قرار المحكمة الاتحادية بإزالة الآثار المترتبة على الاستفتاء. من غلق المطار وإشراك الحشد الشعبي وإلغاء تقريبا إلغاء السلطة المحلية في كركوك وتجاوزها. لذلك أنا أعتقد هذا كله مجتمعة لن يستمر هذا الحال، لأن هناك آخرون لهم مصالحهم. مثلا مسألة حزب العمال وتعاونه المباشر مع حكومة بغداد، حتى أحداث السليمانية والمظاهرات
في الأماكن التي يتواجد فيها. ومع الأسف السياسيون والإداريون المحليون في منطقة السليمانية سمحوا لحزب العمال أن يأتي تحت أكثر من تسمية، نعم، وحتى السلام. وجود سلاح في، نعم، كلار ورانيا كانوا هم وراء حرق المقرات وقتل الناس. نعم أستاذ بيات جمال علي، يعني واقعية تسليم المعابر الحدودية إلى حكومة بغداد، هل من الممكن أن تسلم حكومة كردستان العراق هذه المعابر الحدودية؟ نعم عزيزي شكرا. بس قبل أجاوب على سؤالك، نعم، لضيفك الكريم، أنه مو مسألة تحاشي، ولكن أنا لست منتمي إلى حزب سياسي، ولست أنا مجرد باحث اقتصادي، وليس، نعم، لي طرف، ولست طرفا في هذه المسألة، نعم، أنا مجرد أشوف في الأخبار. وثانيا على سؤال حضرتك، المنافذ الحدودية هي ممكن أنه تدار بطريقة مشتركة، ولكن المشكلة التي يواجه حكومة كردستان ويواجه المجتمع رجال الأعمال والشركات أنه المنافذ الحدودية تحت سيطرة الحكومة المركزية هي فوضى عارمة بميناء أم قصر، من منفذ قريبيل، من منافذ جميعها، نعم، ليس هناك قوانين جمركية صحيحة، وأيضا الحكومة ليست مسيطرة بشكل كامل على هذه المنافذ، ولكن أحزاب مسيطرة، مما يؤدي حاليا والسنوات الماضية إلى يومنا هذا الرجال الأعمال العراقيين يشكون من هذه المشكلة. نعم. وواقعيا هي مسألة إدارة المنافذ الحدودية في كردستان كانت أنجح من إدارة الحكومة العراقية لمنافذها، ولكن بسبب تغير الوضع السياسي ومطالبة الحكومة المركزية لواردات هذه المنافذ، هذا الذي غير المتطلبات. ولذلك حسب ما الكل سمع من الأخبار، وأكو أحد ينفي وأحد يؤكد من المنافذ، إحدى نقاط الخلاف كانت أنه الحكومة المركزية تطلب بأن ترسل قوات عسكرية إلى هذه المنافذ وتديرها، ولكن حكومة كردستان كانت رافضة، ولكن ترحب بإدارة مشتركة مع بغداد بإرسال موظفين مدنيين. نعم. هذا الذي سمعناه من مصادر مختلفة، ولكن لا شيء مؤكد لحد اليوم. اليوم، نعم، كان أنباء متواصلة من الجميع. نعم الأستاذ بيات جمال علي الباحث الاقتصادي من السليمانية، والأستاذ عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية من أربيل، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لمناقشة المحور الثاني. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12380 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد. في إطار تداعيات المعارك والعمليات العسكرية، أكدت وكالة أسوشيتد بريس وجود أكثر من 3000 عن بلاغات من مفقودين منذ استعادة الموصل عليها، منذ استعادة السيطرة على مدينة الموصل. وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه منذ إعلان السيطرة على الموصل تقدم سكان محليون إلى مجلس محافظة نينوى بأكثر من 3000 بلاغ عن أشخاص مفقودين اعتقل بعضهم خلال فترة وجود تنظيم الدولة، بينما احتجز آخرون من جانب القوات الحكومية للاشتباه بصلات لهم بالتنظيم. وأشارت الوكالة إلى أن المختطفين في محافظة الأنبار أيضا، مؤكدة فقدان
أكثر من 2900 شخص في المحافظة، مبينة أن المفقودين من الأنبار أصبحوا رمزا لغياب الثقة بين سكان الأنبار والحكومة في بغداد. الشهور تمضي مسرعة وذوي المفقودين لا يجدون من يسعف شوقهم بأي معلومة، ما هو مصير أبنائنا؟ الحكومة صماء لا تسمع وخرساء لا تعطيهم إجابة. هو العراق منذ إعلان ما سماه العبادي تحريراً للموصل في تموز الماضي، وأكثر من 3000 بلاغ عن مفقودين رجالاً وصبية، اعتقل الكثير منهم على يد ميليشيا الحشد فترة الحرب ضد تنظيم الدولة، وآخرون احتجزتهم القوات الحكومية لادعائها الاشتباه بانتمائهم إلى التنظيم، ولا معلومة عن مصيرهم إلى الآن. وكالة أسيوشيتد بريس الأمريكية نقلت عن أحد المحققين قوله إن السنوات ستمر دون أن يتمكن أهالي المفقودين من معرفة مصير ذويهم. إذن العراق أمام حكومة عاجزة تفتقر إلى الكفاءة من جهة، ومن جهة أخرى تبدع بإهمالها آلاف الأسر العراقية التي تنتظر أي معلومة عن مصير أبنائها الذين اختطفوا على يد الميليشيا والقوات الحكومية فترة الحرب ضد تنظيم الدولة. Human Rights Watch ذكرت في تقرير حديث لها أعد الشهر الماضي أن نحو 20,000 شخص ما زالوا محتجزين داخل مراكز اعتقال بمختلف أرجاء العراق. إلى المضحك المبكي في القضية، العبادي ينفي وجود مفقودين ويتهم ذويهم بأنهم يلفقون الاتهامات للحكومة. فهل أخفى الأهالي أبناءهم ليتهموا العبادي؟ وهل يقول قوله متنصلا من المسؤولية أم مقتنعا بعدم وجود مفقودين ومخطوفين؟ في الحالتين موقفه معيب لا يحسد عليه. أما المتحدث باسم ميليشيا الحشد كريم النوري فهو من أقر سابقا بقتل أكثر من 2600 من سكان الأنبار، والحجة جاهزة، إنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة. إلى وجع ذوي المختطفين زمن العمليات في الفلوجة، وعددهم يزيد عن 640 شخصا، وتلك صور من تظاهرات ذويهم التي خرجت أوائل أيار الماضي، وما من إجابة لصدى صرخاتهم. حكومة غير مسؤولة، وميليشيا ترتكب الجرائم ولا قانون، والأهالي يرتكزون على أمل هش في عراق تحكمه الفوضى وتتحكم بمصير أهله الميليشيا. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ زياد السنجري الصحفي والمحلل السياسي من النمسا، والأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان من فيينا أيضا، فمرحبا بكما معنا. أستاذ زياد أبدأ معك، يعني بلاغات عن أكثر من 3000 مفقود في مدينة الموصل منذ استعادتها من تنظيم الدولة، كيف تقرأ هذا الرقم الكبير؟ أعتقد بأن هذا الرقم ليس كبيرا مع ما موجود على الساحة، الرقم أكبر بذلك من كثير. الأهالي في مدينة الموصل لم يبلغ عن كل المفقودين لأسباب، منها أن قسم منهم مهجر خارج مدينة الموصل، وقسم من عندهم بالمخيمات، وقسم من عندهم مهجرين داخل العراق، وقسم منهم خارج العراق أصلا. لذلك أعتقد بأن الرقم 3000 مفقود هذا رقم بسيط، وهو أرقام بعض الذين تم اعتقالهم من قبل تنظيم داعش، وأعتقد بأن الرقم أكبر. هناك أكثر من 133 مقبرة جماعية لحد الآن لم تستطيع الحكومة أن توفر أي دعم لوجستي أو تقني أو طبي لكي يتم فحص رفات هؤلاء الضحايا الذين قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي. أعتقد بأن الحكومة قابلت هذا العدد من الموقوفين بأعداد أكبر عندما قاموا بعمليات اعتقال، وقسم من عندها للكثير من الشباب والرجال، قسم من عندهم بدون مذكرات إلقاء قبض، وقسم من عندهم بمذكرات إلقاء قبض سابقة صدرت في وقت سابق، أي فترة احتلال مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي. نعم أستاذ ضياء، إذا ما افترضنا أن من تم اعتقاله في زمن التنظيم قد قتل، فأين ذهب من تم اعتقاله على يد القوات الحكومية؟
الحقيقة الذين اعتقلوا في زمن داعش لحد الآن موجودة هذه الأسماء، وموجودة عند الحكومة العراقية هذه الأسماء، والذين كانوا معتقلين في من قبل تنظيم داعش موجودين لحد الآن في العراق وفي السجون العراقية في بغداد والمناطق الجنوبية المقصود بها سجن الناصرية. هذول المعتقلين لحد الآن لم تقوم عليهم أي دعوة أو أي اتهام. بالإضافة إلى هذه الاعتقالات الموجودة لهذه الأعداد، هذه الأعداد نعم الحكومة العراقية لربما تعرف القليل من عندهم، لأنه السجون الموجودة هي سجون الميليشيات وسجون الحشد الشعبي. الحكومة العراقية ليس لها سيطرة على هذه المجاميع الإرهابية الموجودة في العراق، وفي بعض الأحيان حتى يعتقلون العراقيين ويأخذوهم إلى إيران باعتقالهم إلى إيران. هذه المواضيع والمواضيع العمليات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات هذه أيضا مدونة، والتدوين مالتها من منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني ومدونة. نحن نعلم في النمسا وعندنا أسماء، نطالب من الحكومة العراقية بهذه الأسماء. بعض الأسماء من دول المعتقلين موجودين أحياء في سجون بغداد ويقولون لا ما موجودين في سجون بغداد، موجودين في سجون الناصرية. نسأل في الناصرية يقولون لا في بغداد، العملية إرباك موجود من قبل الحكومة إذا كانوا هم معتقلين من قبل الحكومة، أما إذا كانوا معتقلين من قبل الميليشيات والحشد الشعبي المنظمات الإرهابية الموجودة مثل منظمات داعش أيضا الإرهابية، هذه المنظمات هي لها سجون ولها معتقلات ولها أجندتها، وهي تبتز الشعب العراقي بالمال. المعتقلين تعتبرهم خزينة مالية لابتزاز الشعب العراقي والمجتمع العراقي. هذا الذي يحدث في الوقت الحاضر في العراق هو عملية ابتزاز للشعب العراقي أن يتوقعها. نعم أستاذ زياد السنجري، برأيك ما هي آلية الكشف عن أعداد عن المفقودين في مدينة الموصل؟ هل من الممكن أن تقوم الأمم المتحدة بإرسال يعني فرق للكشف؟ أنت أشرت إلى وجود أكثر من 130 مقبرة جماعية في الموصل، ما هي الآلية التي يمكن يعني تفقد هؤلاء المفقودين؟ لحد الآن الحكومة العراقية ليست جادة في تقديم أي شيء لأبناء مدينة الموصل ومحافظة الأنبار وبقية المحافظات المنكوبة الأخرى، ومن ضمنها هو البحث عن الذين سقطوا في فترة داعش وما بعد داعش، أي فترة القصف العشوائي على مدينة الموصل. سأتحدث عن أمثلة بعيدا عن الإنشاء وبعيدا عن المثاليات، أتحدث لك عن أرقام دقيقة جدا. بعيدا عن المقابر الجماعية، هناك أكبر مقبرة جماعية هي مدينة الموصل القديمة. لحد هذه اللحظة الدفاع المدني في مدينة الموصل ومنذ أكثر من عام من دخول القوات الحكومية إلى مدينة الموصل لم تصرف رواتب الدفاع المدني الذين يعملون ليل نهار بالمجان، ولم تقدم لهم أي دعم من قبل الحكومة لكي تقديم آليات أو تقديم معدات لانتشال جثث المدنيين. إذن نحن نتحدث عن حكومة لا تدعم منتسبيها لا بالرواتب ولا تدعم منتسبيها بالمعدات، فكيف تريد لها أن تتعاون مع الأمم المتحدة؟ نعم. منطقة الخصبة في تقرير نشرته في القدس العربي في لندن في عام 2015 ذكرت به معلومات دقيقة عن أعداد الضحايا الذين تم قتلهم من قبل تنظيم داعش ودفنهم في الخصبة، وهي منطقة تقع في قرية العذبة جنوب مدينة الموصل، وهو تجويف جغرافي ضخم جدا وكبير جدا، بحيث تم دفن آلاف الأشخاص، يتم قتلهم الإعدام ودفنهم في تلك المنطقة، وتم دفن الحفرة في عام 2016 بعد توفير آليات كبيرة. لحد هذه اللحظة لم يتم حفر هذه الحفرة الكبيرة وانتشال آلاف الجثث الموجودة هناك. بالعكس بالضبط، نحن نتحدث عن حكومة تعمل بالضبط مثل ما تعمل تنظيمات داعش الإرهابية. هناك مذكرات اعتقال صدرت في عهد نور المالكي فعلت الآن
من ضمنها المتحدث معك الآن مذكرة اعتقال ضده ومن قبل الحكومة العراقية باعتباري أحد الهاربين من سجون داعش. طبعا التهمة هي نكتة. عندي صديق بألمانيا في وتحديدا في برلين خالد الدبا، منذ 40 عام هو خارج العراق يريد الدخول إلى العراق، حاليا هو مطلوب أمنيا. فإذا نحن نتحدث عن حكومة همها الوحيد التهجير والاعتقال، هناك سجن في منطقة جرف الصخر فيه آلاف المعتقلين من قبل الحشد الشعبي الذي هجر الأهالي واعتقل الرجال والنساء، ولا يمكن عودة الأهالي إلا بأمر قاسم سليماني حسب ما قاله إياد علاوي، ولا يمكن أيضا تحرير رجال تلك المنطقة نهائيا وهو من أبناء الأنبار وجرف الصخر وبعض المناطق الأخرى، وبدون مذكرات اعتقال وبدون أي تهمة. فإذا نتحدث عن حكومة تعمل على تغييب المواطن والتغيير الديموغرافي بطريقة أو بأخرى. نعم أستاذ ضياء، في سياق المفقودين والمختطفين، لماذا لعبادي ينفي وجود معتقلين في الصقلاوية؟ هل تغطى الشمس بغربال كما يقال، مع العلم أن كريم النوري المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي قال بأنه تم قتل أكثر من 2600 شخص من أهالي الأنبار؟ نعم، هذا التصريح موجود، هذا التصريح موجود، وهم يدعون أنه قتلوا دولة، قتلوا الناس الموجودين لأنهم انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. طبعا هاي كلها ادعاءات افتراءات، والعبادي هو أكبر مفتري على الشعب العراقي، أكبر كذاب بالحكومة العراقية بالوقت الحاضر هو العبادي. حقيقة اتضح لنا هذا الشخص لا يحكم العراق ولا يعرف ماذا يدور حوله. هذا الشخص ما بعرف أنا كيف يتكلم في هذا المنطق باسم الدولة وباسم الحكومة العراقية وهم يعترفون الميليشيات تعترف عندها كذا معتقل وكذا سجين. هذه موجودة وهو ينفي. إذا النفي مالته هو جزء من الجريمة الذي يحدث في العراق، هو إجبار العراقيين أو المنطقة الغربية، مع الأسف أنا أتكلمها، لإفراغ المنطقة الغربية من الناس وجلب غير تبديل ديموغرافي جديد في العراق. هم قاعد يخططوا لهذه العملية، دمروا الموصل ودمروا الرمادي ودمروا الفلوجة تدميرا كاملا، ولحد الآن إديالة صار عندها تبديل ديموغرافي جديد، نزحوا إليها آلاف وملايين من الإيرانيين وبدون جنسية وبدون جوازات دخلوا العراق، ذولا سيسكنون في العراق ويأخذون الجنسية العراقية. هذه المجاميع التي دخلت إلى العراق هي مجاميع لتبديل الديموغرافية في العراق، ونهب وسلب ما يمتلكوا له الشعب العراقي إذا كان في الموصل وإذا كان في الرماد. نعم أستاذ زياد السنجري، يعني غياب الثقة بين سكان الأنبار والحكومة في بغداد كما أشارت وكالة أسوشيتد بريس بسبب المفقودين، كيف تريد الحكومة إجراء المصالحة وإجراء الانتخابات إذا كانت الثقة مفقودة ما بينها وما بين الشعب؟ عزيزي، هذه رسالة لك ولكل مشاهدي قناة الرافدين. لا توجد في العراق مصالحة وطنية، هذه كذبة كبيرة أطلقها مستشاري الاحتلال في العراق. لا توجد أي مصالحة وطنية في العراق. مع من نتصالح؟ مع إيران التي تحتلنا؟ مع من نتصالح؟ مع الأمريكان الذين دمروا بلدنا؟ مع من نتصالح؟ لا توجد هناك الحقيقة. الثقة معدومة، ليست وليدة اللحظة وإنما منذ سنوات طويلة، وأثبتت وجهة نظر المرحوم حارث الضاري عندما رفض عملية سياسية في ظل الاحتلال، وأثبت بأن العملية السياسية التي تجري الآن في العراق هي عبارة عن كذبة كبيرة، كذبة الديمقراطية، كذبة الحرية، هي كذبة كبيرة جدا. هناك احتلال واقع حال، هناك ميليشيات تقاتل بغطاء أمريكي، هناك مجموعة دول احتلت العراق بقيادة أمريكا وإيران، وهناك عمليات تغيير ديموغرافي بالفعل حدثت وتحدث، هناك عمليات تقصير كبرى تجري تجاه المواطنين. لا يوجد مصالحة وطنية، لا توجد عملية سياسية حقيقية، هناك اشتراك وجوه عابثة، وجوه تعاونت مع الاحتلال داخل العراق. هذه العملية ستستمر ولسنوات طويلة حتى آخر إنسان وطني موجود في العراق
لا مكان للوطنيين والشرفاء في داخل العراق، الكل مطلوب أمنيا، الكل عليه أن يغادر، يا إما كجثة يا إما أن يخرج خارج العراق بدون أي ممتلكات، بدون أي شهادة، بدون أي حقوق يأخذها من العراق. هناك عملية مرسومة ومعدة، العبادي هو أحد الدمى التي تحركهم إيران، مثله مثل المالكي الذي كان على وجه أبيض على الأقل يعترف بتبعيته، العبادي يدعي بأنه يحارب داعش ولكنه يمارس ممارسات أبشع مما قامت به داعش في العراق. نعم، الأستاذ زياد السنجري الصحفي والمحلل السياسي من النمسا، والأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان من النمسا أيضا، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.